السلام عليكم. صحيفة أمريكية تتحدث عن إمكانيات فريدة ومرعبة للقمر الصناعي الإيراني الخيام. يمتلك القمر الصناعي الخيام الإيراني الذي سيطلقه الصاروخ الفضائي الروسي سيرزو 2.1 بي في 9 أغسطس الجاري إمكانيات غير مسبوقة لرصد المنشآت الواقعة في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، ونقلت الصحيفة عن خبراء غربيين أرائهم تفيد بأن القمر الصناعي الإيراني الخيام لاستشعار الأرض عن بعد الذي تستعد روسيا لإطلاقه بطلب من إيران الأسبوع المقبل سيوسع إلى حد بعيد إمكانية طهران فيما يتعلق بجمع المعلومات الاستطلاعية عن المنشآت العسكرية الواقعة في الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة إن روسيا وافقت على تصنيع منظومة كانبوس في التي تحمل كاميرات فائقة الدقة وإطلاقها، ما يمنح إيران إمكانية غير مسبوقة بما في ذلك التتبع المستمر لأهم المنشآت في إسرائيل ومنطقة الخليج. وحسب الصحيفة فإن استخدام القمر الصناعي الخيام سيسمح بالتطوير لإلحاق الأنظمة الرصد الإيرانية مقارنة بالأنظمة المتوفرة لديها الآن. يذكر أن مؤسسة روس كوسموس الروسية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن القمر الصناعي الخيام تم تصميمه وتصنيعه في المرافق الإنتاجية التابعة لها. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.